لما تعير المنبه لحتى تفيق على السحور. بابا اعطيني مصاري بدي اروح على الجامع. ابني ليش الجامع صار بمصاري؟ بابا لا، بس انا رايح على الجامع، بس بعدين بدي اروح لعند رفقاتي العب. من البدايه قال لي بدك تروح لعند رفقاتك بدك مصاري، ليش الكذب؟ خود هي مصاري. مساء الخير بابا. لك ابني ليش اتاخرت الساعه صارت 12؟ بابا كنا عم نلعب طابه انا ورفقاتي، انا اسف. ماشي ابني، بدي اروح نملك شوي لحتى تفيق على السحور كمان. يلا معناها خلينا عير منبه لحتى افيق على السحور. وهي الساعه 4. خلينا نروح اشرب لي شويه مي قبل ما يأذن الفجر. برافو عليك يا ابني، عم تتوضى؟ ماشي يا ابني تعال بسرعه مشان نصلي الفجر مع بعض. أذن الفجر بابا ليش؟ ابني أذن من ساعتين. شو من ساعتين؟